وتجدر الإشارة. كذلك إلى أن مساهمة الدولة في الديوانين المهنيين عفوا مشتركين للحليب والحبوب، والتي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تخصيص مبلغ 507.522 مليار دينار جزائري، أي ما يعدل 86% من ميزانية قطاع الفلاح. هذا ما يسمى لو ديفيرونسيال بالنسبة للقدرة الشرائية لمادة الحليب ومادة السميد والفرن. سيدي والسادة،